شوف خلينا نتكلم بصراحة، أنا ممكن يكون زي غيري التقى بي ناس وزاروني ناس، وفي ناس أبدوا يعني رغبة في أن أنا أرشح نفسي في الانتخابات القادمة، زي ربما آخرين أيضا هناك أحاديث معهم، يعني سواء من الطيارات المختلفة يعني زي ما حياتك ذكرت يعني. لكن أنا وجهة نظري إنه الترشح ده حق للمواطن، مفيش فيه مشكلة يعني. المنافسة الشريفة حق للجميع حينما يفتح باب الترشح يعني، ما دامت بتنطبق الشروط يعني. لكن لابد من إنه يبقى هناك ضمانات واضحة فيما يخص أولاً يعني قانون انتخابات الرئاسة نفسه ومفوضية الانتخابات. بمعنى إيه؟ مفوضية الانتخابات دي اللي هتدير العملية الانتخابية. يعني لازم نطمئن على الإشراف القضائي، لازم نطمئن على كل ما هو يحقق الشفافية والنزاهة في الانتخابات بصرف النظر عن المرشحين مين، إنما لابد من قانون واضح، إشراف ونزاهة عملية انتخابية واضحة، وأيضا متابعة انتخابات ومراقبتها من سواء منظمات محلية اللي بيتم اعتمادها أو منظمات دولية، ما عندناش حاجة نخبيها ونخاف عليها. ثم يأتي موضوع الانتخابات نفسه وشخوص المرشحين، ما فيش شك ولازم نتكلم بكل صراحة يعني إنه الرئيس عبد الفتاح السيسي فرصته كبيرة جدا. هيبقى في مرشحين آخرين هينافسوا، لكن المنافسة هتبقى محدودة. ليه؟ لأنه ببساطة زي ما احنا شايفين النهاردة أغلبية الشعب المصري يشعروا بعدم الأمان ويشعروا بتهديدات نتيجة الأحداث اللي بتحصل، وأيضا تجربة السنوات الماضية اللي كانت فيها البلد مفيش استقرار ومفيش أمن ومفيش أمان خلتهم شوية يعني يميلوا، حتى لو هم معترضين، حتى لو جواهم غضب من ارتفاع أسعار، غضب من كثير من الحقوق والحريات الآن بيتم التجاوز عنها وبيحدث فيها يعني انتهاكات، ولكن في النهاية يعني هم يميلوا أكثر للاستقرار ويشعروا أن فرصة الرئيس لتحقيق هذا الاستقرار كبيرة جدا جدا بما يحققه كل يوم، والجيش القوات المسلحة اللي متواجدة بجانبه وتنفذ خطط طموحة جدا جدا. فطبعا الناس يعني تميل انه هو اللي لديه فرصة كبيرة. مش معنى كده انه مفيش فرص للآخرين، لا، من حق طبعا مرشحين آخرين انهم ينافسوا، وعلى الأقل المنافسة دي هتقدر تكشف من خلال بعض من يعني المنافسات اللي هتحصل، بعض من اللقاءات التلفزيونية على صفحات جرائد، في لقاءات مؤتمرات، هتقدر تلقي الضوء على بعض من المشاكل اللي احنا كمصريين شايفين انه الرئيس يحتاج ان يستمع الى القوى المدنية.